كمان يا ابني عشان نخس. على عيني وراسي يا ستات شاركونا في كل الشغلات، على عيني وراسي يا ستات شاركونا في كل الشغلات، مهندسات او محاميات ودكتورات او صحفيات، رواد فضاء فوق في السماوات، الا حاجات مالكوش فيها ولا تنفعوش ابدا ليها، الا حاجات مالكوش فيها ولا تنفعوش ابدا ليها، شيء من رابع المستحيلات يا ستات. مثلا لعبة منتشرة جدا الايام دي، لكن على الستات صعبة وفيه دليل قاطع عندي، كرة القدم مثلا لعبة منتشرة جدا الايام دي، لكن على الستات صعبة وفيه دليل قاطع عندي، لو فكروا يلعبوا كورة راح يحصل ايه؟ في ماتش حامي هنتفرج دلوقتي عليه، لو فكروا يلعبوا كورة راح يحصل ايه؟ في ماتش حامي حنتفرج دلوقتي عليه، فريق سوريا الزملكاويه وفريق محاسن الاهلاويه، والماتش على كاس خالتك نبويه. هيلعبوا كوره طبعا، اللي بيذيع ماتش الكوره عندنا في القاهره الكابتن محمد لطيف، اللي هتذيع ماتش الستات الكابتنايه لطيفه محمد. تخش المذيعة تقول ايه؟ سيداتي انساتي ساداتي سالخير عليكم والعواف، ومجموعين كده عند النبي احباب ولا يخشش بينكم عدو، ويديكوا الصحة ويخليلكوا عيالكم ويكفيهم شر الحصبة والاسهال الصيفي يا رب، ويجوز اللي مش متجوزين، وعقبال ما يبتدي الماتش اوصف لكم الملعب، انتوا عارفين ان ارض الملعب بتاعت الرجالة الخناشير بيخططوها بالطول، لكن احنا ملعبنا يا ستات يا حلوين مخططينه بالطول والعرض، يعني كروهات حسب الموضة يا ميرفت. الماتش اللي جاي هيكون ترجال ان شاء الله، اللي بعد منه هيكون ايفازيه، اللي بعد بعده هيكون بليسي والفتحة من ورا. حاكم احنا بنلعب على الموضة، الريف صفر، انيسات الزمالك نزلوا الملعب، انيسات الاهلي بيتولتوا، لو ان انا مش عايزه البنات تعمل تواليت قبل اللعب اقول لكم ليه، انا شايف الملعب مليان بالمعجبين والشباب اللي زي الورد، تقوم البنات لما تعمل تواليت وتحلو قبل اللعب، هتحلو تتخطب تتجوز تخلف، يخلص الدوري قبل اوانه والرد ان شاء الله. بطلي يا بنتي التويه وخدي بالك من اللعب، الرف صفر، سميرة خدت الكرة اديتها لميرفت، ميرفت لنبوية، نبوية الليلة، ليلى عدت خط الباكات، ليلى عند الجون، الجون فاضي، شوت يا ليلى، ليلى بتلف عشان تشوت الكرة شعرها اتنكش، سابت الكرة وطلعت المشط تعدل شعرها. ليها حق، أصلها عاملة عند لاسيو ب 20 ليرة عند جورج الكوافير، تبوظ الميزامبلي مش معقول، امبوسيبل. الرف صفر، منيرة خدت الكرة بتاعت سميرة، سميرة لميرفت، ميرفت لنبوية، نبوية طالعة بالكرة، حدفت الكرة لعواطف، عواطف هتلاقيها بتحدفها لي ليه يا بايخة؟ احنا مش متخاصمين؟ الكرة راحت الأوت، معلش يا عقل الستات، زعلهم وحش، الرف صفر، سميرة حدفت الأوت، خدتها منها بهيرة، بهيرة لميرفت، ميرفت لليلى، ليلى عدت خط الباكات، برافو يا ليلى، ليلى عند الجون، شوتي يا ليلى، ليلى هتشوط، ليلى هتشوط اهي، الجون فاضي، شوطي يا ليلى. ليلى قبل ما تشوط بصت لمدرج المتفرجين وقالت شايف يا محسن هجيب جون يا حبيبي. على فكره محسن ده خطيبها، لازم تاخد اذن من خطيبها، اصل ولد حمص من حلب. عقبال ما خدت اذن كانت الكره راحت منها النبويه، نبوية لسميرة، سميرة لميرفت، لبهيرة، لفاطمة، فاطمة طالعة بالكورة، خطفتها منها سميحة، ما هي سميحة دي خطافة، دي لسه خطفة جثانية من على أربع عيال الجمعة اللي فات. أنا قلت الست دي ما تلعبش، الرف صفر، فوزية خدت الكورة ديت لميرفت، ميرفت لسميرة، لليلى، ليلى عدت خط الباكات، برافو يا ليلى، ليلى عند الجون، هتشوط، طلعت عليها عواطف، رقعتها بالرجل، ليلى وقعت قالت أه يا رجلي، الحقيني ياما. ليلى ردت عليها من مدرج المتفرجين وقالت لها عين امك يا بنتي، البنت وقعت،
يا ندمتي يا بنتي، البنت وقعت، سلامتك يا بنتي، البنت وقعت، بنتي 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 بنتي. بس يا ابني احسن تعبت. ام ليلى نزلت الملعب، مالك يا ليلى؟ تلاقي البنت دي كسرت رجلي. يا نهار ازرق، كسرت رجلك ليه يا عواطف؟ اختك حبيبتك انا جايباها تلعب كوره لا تكسري رجلها. كان مالنا امال الكور تكسري رجلها ازاي يا بنتي؟ دي ليلى دخلتها يوم الخميس، ازاي تخش برجل واحده والعريس كاتبها في العايمه برجلين؟ اقول له ايه؟ والنبي اللي انا كسراكي؟ ام ليلى مسكت في عواطف، الرف بيحوش، ام ليلى شاطت الرف، الرف بره، ام ليلى جوه، ضربت عواطف، عدت عواطف، شدت عواطف من شعرها. يا ندمتي، شعر عواطف طلع في ايدها، اتاري عواطف ارعب تلعب بباروخ. الله يبارك فيك. على عيني وراسي يا ستات شاركونا في كل الشغلات، على عيني وراسي يا ستات شاركونا في كل الشغلات، مهندسات او محاميات ودكتورات او صحفيات، رواد فضاء فوق في السماوات، الا حاجات مالكوش فيها ولا تنفعوش ابدا ليها، شيء من ربع المستحيلات يا ستات.